لينا نذيع لحضراتكم هذا التقرير اللي أعده زملائي في الإعداد عن امتحانات الثانوية العامة، هذا الصداع الذي يلازم أولياء الأمور والطلبة حتى ينتهي، واللي نتمنى أنه السنة دي تبقى آخر مرة نقول على امتحانات الثانوية العامة أنها صداع. السنة الجاية يا رب نقول أنها فتحة الخير، انها نقول هي البوابة للمستقبل، هي الطريق اللي هيبدأ بيه أولادنا في سوق العمل وفي التعليم الجامعي وما إلى ذلك. كلمة صداع عايزين نلغيها ونلغي أسبابها كمان. تقرير بعد 30 يوما اختتم اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة بأداء الطلاب لامتحان الجبر والهندسة الفراغية، والبالغ عددهم 8178 طالب وطالبة فقط من إجمالي 47732 طالبا وطالبة أنهوا امتحاناتهم يوم الأحد الماضي، وذلك من خلال 156 لجنة. ماراثون انتهى بحالة من الفرحة والسعادة والارتياح العام والزغريدة. وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة عن أن نسبة حضور الامتحانات بين الطلاب بلغت 98.4% في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة حفاظا على الطلاب بعد انتشار فيروس كورونا، وأن عدد الحالات المرضية خلال فترة الامتحان لم يتجاوز 50 حالة، وكلها حالات ارتفاع درجات الحرارة وليست كورونا. وأكد أن نتيجة الثانوية العامة ستظهر بعد عيد الأضحى المبارك. وفيما يتعلق بالعينات العشوائية للتصحيح، قال حجازي إن 112 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية في مادة اللغة العربية، بجانب 486 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية في الفيزياء، و809 طلاب في الأحياء، و75 طالبا في مادة التاريخ. وحول الشكاوى التي وردت إلى غرفة العمليات بخصوص امتحان اللغة الصينية، أوضح أن عدد الطلاب الذين أدوا اللغة الصينية 69 طالبا 35 منهم حصلوا على الدرجات النهائية بنسبة بلغت 50%. إسراء سعد، آخر النهار.